لي في فيلم عفوا أيها القانون كان كم؟ 5000 جنيه. كم فنان حاول أن يتحرش بك؟ لا تحرش بمعنى التحرش لا، بس حاول لطف، لطف كان في لطف يعني، ممكن بيحاول لكن ما حدش وصل للتحرش. كم؟ يعني اكتر يعني هقول لك، لو انا النجوم الكبار كلهم اللي انا اشتغلت معاهم كانوا بيحاولوا دايما يكونوا لطاف معايا وبيشوفوا اللي قصادهم هيجي منها ولا ما يجيش، للاسف ما جاش. بلطاف يعني كان لطافة. تحرش ما اقدرش اقول تحرش، عمري ما حد تحرش في سن. لا مخرجين، ما انا كنت شغال مع مخرجين، المخرجين دول برضو بالنسبه اهم من النجوم يعني بالنسبه لشغلتي. حتى المخرجين اللي كنت بشتغل معاهم كانوا في منتهى الذوق وفي منتهى الرقه في عرض انه ممكن يكون في عرض عاطفي بيني وبينهم، وقبل في منتهى الشياكه بجد، مش بقول كده عشان ترفضي بمنتهى الشياكه، في منتهى الشياكه يعني كل واحد اقول له حاجه بقى. مره الله يرحمه حسام الدين مصطفى قاعد كده طول الفيلم، وكان معروف بحب الستات قوي، قاعد طول الفيلم كده يعني بقى لطيف معايا، يفوت لي يعمل لي حاجات كده، فانا حسيت انه هيبقى فيه تركيز شويه، فحكيت له حكايه، قلت له استاذ حسام انا كنت بشتغل مع استاذ احمد فؤاد الله يرحمه برضه، وبعدين قلت له هو انا جميله قوي كده يا استاذ احمد، انت مش قادر تبطل معاكسه ليا؟ فقال لي ولا جميله ولا حاجه، انا اللي ديني. يعني مرقت له الرساله بطريقه غير مباشره، كلام ليك يا جاره. وخلاص ضحكنا وهزرنا ووقفت هون، ووقفت هنا. حسن امام مثلا كان دايما يحاول يكلمني، فانا قلت ايه من الاول اعملي كده دفاع، خط دفاع، قلت له انا بحب واحد وعنده مشاكل ومش عارفه ايه، قعدت احكي له مشاكلي فتعاطف معايا. لا لا كنت بحب جوزي ايامي، فابتدى يبقى معايا ياخد مشاكلي، خلاص قفلت عليه سكرت الطريق. سكرت الطريق. بصي انا في السينما بامانه ما عملتش ولا علاقه داخل السينما غراميه او جواز او اي حاجه. طب ايناس كم فنان اتحرشت فيك؟ لا ولا فنان، ولكن في استلطاف، ولكن في محاولة. بصي ما فيش، بصي هقول لك حاجه، الكلام العبيط اللي بيتقال وبين الفنانات ومش عارفه ايه، ودي ليها في الستات وده ليه في كل ده، ملوش اساس بالصح خالص، ملوش اساس بالصح. لا قابلت في حياتي واحده اتحرشت بيا، ولا في حياتي انا اتحرشت في حد. انا بحب اصحابي، انا بحب لما بشتغل معاهم، كنت شغاله مع نجلاء فتحي، كنا طول النهار لسه شباب وبنخرج، وتاخدني هي اللي علمتني اروح مش عارفه ديسكو ايه ومش عارفه ايه، ما كنتش بروح الحتت دي انا، وكانت هي اللي بتاخدني وتوديني وتجيبني ومصاحبين ناس ومش عارفه ايه، وبيرسموا علينا شباب يعني عشنا حياتنا. لكن عمري ما حد اتحرش بيا ولا ما اتحرشت بيه، ما فيش الكلام ده خالص. طب ليه الناس تتكلم بالشكل ده؟ علشان بصي ست شخصيه قويه، شغل مخرجه صريحه، علاقتها بأصدقائها قوية جدا، علاقتي بأصدقائي كلها قوية، هم مش متخيلين ان دي تبقى ست، لازم الست تبقى كذابة وما تقولش الصراحة وتعمل اللي. وبعدين مرة واحد قال لي ما احنا عقولنا ما شفنا لك صداقة راجل علشان فلازم يقولوا عليكي كده، قلت لهم طب انا متجوزة، قال لي ما كتير متجوزين وعاملين صداقات يعني بنبقى فاهمينها من تحت لتحت. يعني حتى عاوزينك تغلطي، فلما ما تغلطيش يصنفوكي في حته غلط، لانهم مش عاوزين يشوفوكي كويسه، مش عاوزين يشوفوكي صح. وانا لو كنت فيا الصفه دي صدقيني كنت هقولها، كنت قلتها، لانك بتدافعي كتير عن المثليه الجنسيه، بدافع عنهم لانهم رح نرجع لها بمحطه اخرى، بدافع عنهم لانهم حرين، حريه شخصيه. يعني المجتمعات من الصعب عليها تتقبل، يعني بتقولي من واحد بيدافع عن هذه القضيه او بيمتلكها وكأنه هو عضو فيها بهذا المعنى. لا بالعضو فيها ممكن ما يقولش ويداريها ويخبيها، دايما اللي عنده عيب بيداريه ما بيقولوش صدقيني، ولا بيدافع عنه، بالعكس يبين العكس. انا لو عندي العيب ده كنت ما دافعتش عن المثاليين. هو عيب ليه؟ او يعني لو عندي الصفه دي، سوري انا اسفه، هو مش عيب، هي صفه، لو عندي الصفه دي ما كنتش هقول الكلام ده، بس انا صريحه بقول اللي انا مقتنع بيه. وانا قلت مليون مره كانوا ناس منهم اصدقائي ولا زال في منهم اصدقائي، وبالعكس بشوف انهم اقرب ليا من اي حد تاني. يعني هي الصداقه القويه اللي بتقربك من بعض الشخصيات مثل يسرى، مثل هلا سرحان. هلا سرحان، هو يسرى هلا سرحان ليهم في الكلام ده.
يعني انا مش عارف يعني انا مش فاهمه يعني دي ستات ستات يعني الواحد مش عايز بس يقول من راسها حتى اخمص قدميها ايه طبعا يعني يعني ما اظنيش يعني شوفي يلا سرحان متجوزه كم مره ويسرى ست كل الدنيا نفسها تصاحبها او تتجوزها او يعني فين فين الكلام اللي بيتقال ده ملوش اساس صح انت عارفه دايما الشهره بتخلق لك اعداء زعجك هذا الموضوع لا خالص ودافعت عن نفسي من 25 سنه يمكن زاهي وهبه اول واحد فتحولي مره في برنامجه وقلت له اسالني قال لي ممكن اسالك السؤال ده قلت له انا عاوزاك تسالني السؤال ده يعني مش ان انا قلت له لا ما تجيبش سيرته مش قلت له لا انا عاوزاك تسالني السؤال وفاكره انه طلع في المكالمه استاذ عزه العلايلي وقال له انتوا يعني الناس دي سفله انه الست دي في وسطنا طول عمرها ونعرفها كويس كلنا وعمر ما في حد بس 25 سنه بعدك بموقف الدفاع عن هذا الموضوع؟ اه طبعا بحافظ على العمر كله ادافع عن نفسي؟ اه لا لا انا ما بدافعش عن نفسي دلوقتي انا برد على السؤال انت بتقوليه لكن خلاص على فكره الصفه دي اتشالت ما بقوش حاطينها دلوقتي بيدوروا لي على حاجه تانية ايه معقول الله اعلم ايه معقول هتعرفيها قريب كم عدد